الله على مصر وعلى حلم هيتشاف، دي بلدنا الغالية ما يوصفهاش أوصاف، هنأمن صحة كل المصريين وسنين في الخير جايين. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمين صحي طمني على أهلي وعيالي. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمين صحي طمني على أهلي وعيالي. وبدأنا محافظة ورا محافظة، تأمين صحي في كل محافظة، مصر عليك في الصحة محافظة، صحتنا دواء، مصر بتتغير في الصحة، تأمين شامل لك عالصحة، أعزائي المشاهدين من داخل محافظة الجيزة وتحديدا الوحدة الصحية بالإخصاص، سعدنا أن نلتقي مع الدكتورة أسماء حكيم عضو المجلس القومي للمرأة. مرحبا بحضرتك يا فندم. أسماء أحمد عبد الحكيم، عضو المجلس القومي للمرأة. أنا أولا سعيدة جدا أن أنا بشتغل في الصف في أحد مراكز ومدن الجيزة، وبناء على تعليمات سيادة الرئيس ومبادرة حياة كريمة احنا موجودين النهاردة في الصف بنطبق المبادرة دي تحت رعاية المجلس القومي للمرأة لمقررتها الأستاذة ماجدة محمود، وتحت رعاية وزارة الصحة لوكيل الوزارة الدكتور محمد منصور. أنا بشكر جدا الأستاذة ماجدة وبشكر الدكتور محمود دكتور محمد منصور لأن هم قدروا يدونا المساحة إن احنا نحقق للمواطن البسيط قدر من الرعاية الصحية عن طريق القوافل الطبية اللي احنا بنعملها. احنا أعضاء المجلس النهاردة موجودين بتعاون مع الأستاذة نجوى والأستاذة رانيا، موجودين النهاردة في الإخصاص بنوفر تخصصات طبية، بنوفر العظام، تخصصات بطنة، أطفال، جلدية. التخصصات دي مش موجودة هنا في الوحدة، لأن اللي دايما بيبقى اللي موجود في الوحدة الصحية بيبقى طبيب ممارس، فإحنا جبنا المتخصصات دي. بنشكر كل من ساهم في وجود الأطباء اللي موجودة معنا بهيئة الأطباء جميعا على رأسهم الدكتور أوراني. كمان أنا بشكر كل الصيادلة اللي هم قدروا يوفرونا الأدوية اللي موجودة معانا في جميع التخصصات. كل الشكر لأهل الصف في وقفتهم ومساندتهم إن احنا نقدر ننجح الفعالية دي. كل الشكر للرائدات اللي موجودين هنا في الصف اللي هم واقفين معانا من الساعة 8 الصبح عشان نقدر ان احنا نوفر الرعاية الصحية ليهم. بشكر وزارة الصحة في توفير سيارة الكشف الطبي والسونار المجاني ووسائل تنظيم الأسرة المجانية. بشكر رئيسنا السيدة عبد الفتاح السيسي في ان هو قدر يخلينا ننظر نظرة للصف وأطفيح نظرة أخرى. كلنا كنا بنشتغل في الحضر وبنشتغل في المدن، لكن وجودنا في الصف فعلا احنا المكان هنا موجود محتاج رعاية، محتاج أطباء، محتاج دكاترة، حاجتين بتبنى عليهم الأمم، الصحة والتعليم. سيادة الرئيس ما شاء الله هنا عامل كمية تطورات في التعليم وكمية تطورات في الصحة، وجودنا هنا ده أكبر دليل على كده. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول شهر رمضان، وعايزة أقول لكم على حاجة إن إحنا بإيد بإيد هنبني مصر بإيد. تأمين صحي طمني على أهلي وعيالي. نجوى السمان عضو المجلس القومي للمرأة بالجيزة. أستاذة نجوى، أنا شايف إن المجلس القومي للمرأة في الآونة الأخيرة باذل شغل ونشاط كبير جدا. النهارده قافلة طبية في الوحدة المحلية بالصف محافظة الجيزة. هو بالنسبة للنهارده يعني إحنا مجموعة يعني قررنا إن إحنا نعمل قافلة طبية بالدكاترة بالكشف بالعلاج، وطبعا دعمتنا كل ده تحت إشراف
الأستاذة ماجدة محمود عبد الجليل، دي عقد مقررة المجلس القومي للمرأة، وبرضو تحت إشراف وكيل الوزارة الدكتور محمد منصور، ده وكيل وزارة الصحة بالجيزة. احنا بنشكرهم جدا على دعمهم لينا ولدعمهم للناس تحت مبادرة حياة كريمة اللي نادى بيها سيادة الرئيس رئيس الجمهورية. فاحنا بنحاول ننفذها قدر المستطاع، واحنا بنحاول المبادرة دي هتكون على مستوى الصف وعلى مستوى أطفيح إن شاء الله، فبنحاول ننفذها. وجبنا فعلا الدكاترة وبحثنا وجبنا الأدوية، والحمد لله القافلة شغالة تمام وربنا يسهل إن شاء الله. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، تأمين صحي طمني على أهلي وعيالي. 100 مليون صحة، 100 مليون غالي، محافظة ورا محافظة. أعزائي المشاهدين، ما زلنا من داخل القافلة الطبية بالوحدة الصحية لاختصاص سعدنا أن نلتقي مع الأستاذة رانيا محفوظ، عضو المجلس القومي للمرأة. أستاذة رانيا، حضرتك عضو بالمجلس القومي للمرأة، أنا شايف في مجهودات هائلة للمجلس القومي للمرأة، كلمينا النهاردة تحديدا عن القافلة. أولا بشكر السيد الرئيس أنه أتاح لنا الفرصة أن احنا نعمل قوافل طبية، وأن احنا نقدر ننزل المحافظات ونساعدهم ونشوف احتياجاتهم وكده، ده أولا. وطبعا وبشكر طبعا المجلس القومي للمرأة على المجهودات مع وزارة الصحة ومع الوزارات عشان خاطر نوصل لدوت للدواء وللعربيات وللصحة، وطبعا مجهود جبار هم عايمين بيه معانا. واشكر الدكتور ماجدة محمود طبعا على المجهود اللي هي تواصلت بيه معانا وعملته معانا والحمد لله. يعني استاذة رانيا، انا شايف الشباب، ايه الرسالة اللي حضرتك توجهها للشباب في مثل هذا اليوم؟ هو الحمد لله السيد الرئيس ادانا فرصة للشباب الفترة دي ان احنا نشتغل وان احنا نتعامل وان احنا في فرص لينا عكس اجيال كتير كانت قبلنا. لا، انا عايز اقول للشباب ما تقلقش، انزل اشتغل وحاول وفي فرصة ليك، مش ما فيش. الحمد لله السيد الرئيس بجد يعني اتاح لينا الفرص دي. دكتور احمد رشاد، كلمنا النهارده عن مدى نجاح هذه القافله. طبعا زي ما احنا شايفين هو نجاح القافله احنا كلنا بيتمثل دلوقتي في نسبه التردد العاليه اللي شايفينها النهارده. عدد كبير جدا من المواطنين استفاد من سواء من الكشوفات في التخصصات المختلفه او عن طريق صرف العلاج زي ما احنا حضراتكم شايفين دلوقتي. طبعا كل الاطباء المشاركين عندهم نفس الاحساس اللي موجود عندي دلوقتي، اننا كلنا مبسوطين بجد ان احنا شاركنا في عمل جميل زي ده، قدرنا نقدم خدمه محترمه وكويسه لهذا القدر او هذا الكم من المواطنين، فدي حاجه جميله جدا. بشكر طبعا كل القائمين على المجلس القومي للمراه، كل واحد شارك في هذه القافله وساهم ان هي تنجح بقدم له شكر كبير جدا، واتمنى ان شاء الله تتكرر في المرات القادمه باذن الله. بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتواجد في جنوب الجيزه في الصف واطفيح لحياه كريمه، احنا متواجدين اليوم من المجلس القومي للمراه طبعا برعايه الدكتوره مايا مرسي وتحت اشراف ورعايه المقررة المجلس بالجيزة الأستاذة ماجدة محمود بالتعاون مع وزارة الصحة. عملنا مجموعة من العضوات في المجلس، الأستاذة نجوى والأستاذة رانيا، تواجدنا في هذه الوحدة.
وفرنا العديد من التخصصات، منها البطنة، منها العظام، منها الجلدية، منها النساء والولادة، ومنها الأطفال. طبعا احنا بنشكر كل الأطباء المساهمين والقائمين على هذه الفعالية، شكر خاص لوزارة الصحة وشكر خاص للطبيب الذي نكن له كل شكر وكل تقدير لوقوفه في هذه المحنة، محنة الكورونا ومحنة التلوث ومحنة الوباء، متواجدين في وسط الناس وبنقول ان احنا مصريين عايزين ننهض ببلدنا. وفرنا لهم الأدوية المجانية لجميع التخصصات، وده لان احنا حاسين بالمواطن البسيط. وبقدم شكري لكل مواطن مصري شريف بيأدي مهنته بكل شرف وبكل أمانة. وبقول كمان يا جماعة ان بلدنا ان شاء الله، احنا مستعجلين، احنا ان شاء الله واحدة واحدة هنبدأ نصلح في التعليم، نصلح في الطب، نصلح في البنية التحتية. احنا مجهدين، يعني البلد مجهدة، فاحنا محتاجين بس نوع من انواع الصبر عشان نقدر ان احنا ننهض. والله دور المجلس القومي في هذه القافلة دور أساسي ورئيسي، لأن إحنا يعني تحت مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي كانت تعليمات طبعا من سيادته للدكتورة مايا مرسي، وهي أصلا يعني بتدينا توجيهات في كل الاتجاهات باستمرار، وبتقوينا وبتدعمنا ان احنا نتحرك في كل اتجاه. ومن ضمن تحركاتنا ان احنا قررنا نعمل قافلة طبية شاملة الدواء وشاملة الدكاترة وشاملة التخصصات كلها، وشاملة يعني حتى شاملة وجبة خفيفة للدكاترة، يعني عشان نخف من الثقل عليهم في الكشف وفي الرعاية للناس. ده إلى جانب ندوات للتوعية ضد ختان الإناث وضد الزواج المبكر عشان خاطر ننهض بالمرأة.